نسمع التبويب التالي لأنه سبق لنا في درسنا الماضي أن تكلمنا عن هذا الحديث، فنسمع التبويب التالي. اقرأ. قال: باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. نعم، قال: باب استعمال فضل وضوء الناس. استعماله لماذا؟ تفضل. نعم، استعماله للتطهر. استعمال فضل وضوء الناس، ما معنى فضل وضوء الناس؟ ما معنى فضل وضوء الناس أيها الناس؟ تفضل. الماء الذي يبقى بعد الوضوء أين يبقى؟ نعم، هذا من المعاني الذي ذكره أهل العلم، فقالوا الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ، إذا الذي يبقى في الإناء. ومعنى آخر، تفضل. معنى آخر، ما معنى آخر من كلام أهل العلم؟ وحاولوا دائما أن تنقلوا عن أهل العلم كما سبق التنبيه قبل لحظات. قال العيني: ويحتمل أن يراد به الماء الذي يتقاطر عن أعضاء المتوضئ، ويحتمل أن يكون أن يراد به الماء الذي يتقاطر عن أعضاء المتوضئ. طبعا إخواني في الله، ما معنى يتقاطر عن أعضاء المتوضئ؟ ما معنى هذا الكلام الذي يذكره العيني؟ تفضل. يزيد وينزل الانزلاق، نعم، الماء الذي ينزل بعد غسل الأعضاء فيستقر في إناء. انظر، بعدما تتوضأ وينزل ويستقر، تجمع هذا الماء ويتوضأ به غيرك. طبعا هذا في زماننا لم نره ولن نره إلا أن يشاء الله، فإذا هذا لا يرى في زماننا. تصور أن يقال لك: توضأ من ماء فلان، فهذا أمر لم يره ولن يرى إلا أن يشاء الله. فهنا أصبح المبحث، وهذا حقيقة أكثر ما يكون عند الاقتصاد في استخدام الماء، وأكثر ما يكون بين الزوجين أو بين الرجل وأولاده، فهم يجمعون الماء اقتصادا ويتوضؤون. ومع ذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلتقطون هذا الماء من باب التبرك به صلى الله عليه وسلم، وسبق معنا في درس سابق ولا أريد أن أعيد، أننا فصلنا في البركة وقلنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فقط يتبركون بمن فصل عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنهم أنهم تبركوا في غيره صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا حديث الطبراني إن كنتم تذكرون، أنه في آخر الزمان وفي آخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم دلهم بصورة غير مباشرة إلى البعد عن التبرك به وإلى اغتنام العمل الصالح، لأن هذا هو التبرك الذي ينفعكم بعد وفاتي، وهو الأصل الذي تمشون عليه. على تفصيل سبق أيضا فلا نعيد. قال: فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله. جرير بن عبد الله، من جرير بن عبد الله هذا؟ من جرير بن عبد الله هذا؟ تفضل. جرير بن عبد الله البجلي الصحابي. نعم، جرير بن عبد الله بن جابر البجلي، صحابي مشهور. قال: وأمر جرير بن عبد الله أهله
أن يتوضأوا بفضل سواكه، أن يتوضأوا بفضل سواكه. ما معنى أن يتوضأوا بفضل سواكه؟ ما معنى أن يتوضأوا بفضل سواكه؟ تفضل. كان جرير يغمس طاسا سواكية ذي المعاء الذي يوجد فيه ماء، كان يقول الآن لا تتوضأ منه. إذا لما يجعل السواك في الماء؟ حتى يطهر. تفضل. قال ابن بطال: وفضل السواك هو الماء الذي ينقع فيه السواك، هو الماء الذي ينقع فيه السواك ليرطب، وسواكهم الأراك وهو لا يغير الماء. إذن كانوا يجعلون السواك في الماء من باب الترطيب. وأيضا ذكر الحافظ عن الإمام أحمد قال: وذكر أبو طالب في مسائله عن أحمد أنه سأله عن معنى هذا الحديث أي الأثر، فقال: كان يدخل السواك في الإناء ويستاك، فإذا فرغ توضأ من ذلك الماء. إذن كانوا يغتنمون الماء أي اغتنام، فكانوا حتى إذا نقعوا السواك استخدموا هذا الماء في الوضوء، وإذا بله واستاك به ثم بله ثم استاك به أيضا توضأوا من هذا الماء. هذا إشارة من الإمام البخاري إلى جواز ماذا؟ استعمال الماء المستعمل. نعم، إلى جواز استخدام الماء المستعمل. كما ترون فهذا الأثر من المعلقات، حذف البخاري الإسناد، فالمعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر. فمن وصله من أهل العلم؟ من وصله من أهل العلم؟ تفضل. أخرجه ابن أبي شيبة في الجزء الثاني 524 حديث رقم 1827. حدثنا وفيع عن إسماعيل بن قيس عن جرير أنه كان يستاق ويأمر أهله أن يتوضأوا بفضل السواك. نعم، حقيقة الأثر له أكثر من لفظ وله أكثر من مصدر. إذا أخونا ذكر مصنف بن أبي شيبة، غيره من أخرجه؟ تفضل. رواه الدارقطني في السنن بأول صفحة 39 رقم 50 وإسناده صحيح. من طريق من؟ من طريق قيس، قيس بن أبي قيس. إذا رواه الدارقطني أيضا في السنن في الجزء الأول صفحة 112 رقم 88 على اختلاف الطبعات. وأيضا من رواه من أهل العلم؟ تفضل. هو عبد الرزاق بن مصنف في الجزء الأول صفحة 124 رقم 128. قال عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم قال: كان جرير بن عبد الله يأمر له أن يتوضأ من فضل السواك. نعم. إذا وأيضا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الأول صفحة 255 من طرق عن إسماعيل. وإسماعيل من هذا؟ ابنه أبي خالد. عن قيس عن جرير به، وهذا إسناد صحيح. ولفظ الدارقطني أنه كان يأمر أهله، كان يأمر أهله أن يتوضأوا بفضل السواك. وفي رواية أيضا عند الدارقطني أيضا كان جرير يقول لأهله: توضأوا من هذا الذي أدخل فيه سواكه. فإذا هذا هو وصل هذا المعلق، وهذه ألفاظه التي بين أيدينا.